يا رب، إذا فعلا منحبك مثل ما منقول، إذا فعلا منعتبرك بينا ومنندهلك أبانا، إذا صحيح منشوف فيك الحبيب ومنرنملك حبنا الكبير، ليه الموت هالقد بيخوفنا؟ ليه منرفع لك الصلوات ومنقدم لك ندورات حتى تحمينا من الموت؟ ليه منتصرف مثل يلي ما عندن لا إيمان ولا رجاء؟ وين فرح القيامة بحياتنا؟ نحن يا رب بدنا ياك، بس منهرب منك، منحبك بس منخاف منك، منتقرب منك حتى تحقق لنا طلباتنا، لأنك أنت القوي والقادر على كل شيء، لكن بالوقت ذاته ما منريدك بحياتنا. نحن شعب منحبك من روس شفافنا، أما قلبنا فبعيد عنك. إذا الموت هو اللقاء معك، ليه هالقد منصلي لك حتى قد ما فيك اتأخر لقاءنا فيك؟ لما منخلص من خطر أو موت أكيد، منهني بعد ومنشكرك لأنك اتدخلت بحياتنا وأنقذتنا بطريقة عجائبية، مع أنه إذا صحيح منحبك ما لازم نخاف من الموت يلي بيجمعنا معك. نحن يا رب مفكرين حالنا منحبك، لكن بالواقع ما منحبك. كل هالتناقض بعلاقتنا معك لأن هالقد إيماننا ضعيف وحبنا كاذب. لو كنا فعلا مصدقين إنك حب، الموت ما بيكون خوف وحزن وبكاء، إنما انطلاقة فرح للقاء الحبيب. معك يا الله وبقلب حبك، الموت منه خسارة إنما ربح. الموت منه نهاية لكن بداية لحياة أبدية من السعادة. أعطينا يا رب نطلبك، نوثق بحبك وبكل إيمان نقدر نقول مع القديس بولس: حياتي هي المسيح والموت ربح لي، فما أحلاك يا موت حين أكون مع المسيح.